بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. احنا اتكلمنا قبل كده عن أسرار الكنيسة السبعة، عرفنا ايه هما الأسرار السبعة. قلنا أول حاجة المعمودية، بعد كده الميرون، التناول، التوبة والاعتراف، مسحة المرضى، الزيجة أو الزواج، والكهنوت. احنا اتكلمنا قبل كده قلنا انه في اسرار هي لازمة للخلاص. يعني ايه لازمة للخلاص؟ يعني لازم كل انسان مسيحي بيعمل الاسرار دي علشان يبقى ليه مكان في السماء، وان هو يكون مع بابا يسوع في السماء. طيب اول حاجة احنا قلنا يعني ايه كلمة سر. سر يعني ان احنا بناخد نعمة او بركة احنا مش بنبقى شايفينها، وده النعمة دي احنا بناخدها عن طريق الروح القدس اللي بيشتغل في مادة او حاجة احنا بنبقى شايفينها، علشان احنا كل حاجة احنا كبني ادمين عايزين نشوف حاجة نسمعها نشمها نلمسها، فربنا خلى ان الاسرار دي ان احنا نقدر ان احنا نعملها عن طريق حاجة مادة احنا شايفينها او لامسينها او حاسينها، والروح القدس بيعمل على بيحل على المادة دي فبيدينا النعمة او البركة اللي احنا مش شايفينها. زي ايه مثلا المادة دي؟ زي المية مثلا في المعمودية، او زي الزيت في الميرون، او اللي هو الخبز وعصير العنب في سر التناول. طيب دلوقتي في اسرار بتتعمل مرة واحدة بس، وفي اسرار بتتكرر. تفتكروا ايه اللي بيتكرر وايه اللي بيتعمل مرة واحدة؟ طيب اللي بيتعمل مرة واحدة، واللي احنا خلاص بناخد كده كأننا بنبقى اترسمنا كده او خدنا زي اتعلمنا كده خلاص بيها، بتتعمل مرة واحدة وما بنعملهاش تاني، اللي هو طبعا المعمودية والميرون. دي مرة واحدة بس، يعني خلاص انا اتعمدت مرة واحدة، ما بتعمدش مرتين في حياتي، ما ينفعش. خلاص هي مرة واحدة معمودية، خلاص انا كده اتولدت من السماء وبقيت ابن ربنا. والميرون نفس الحكاية، والكهنوت يعني مثلا لو حد اترسم كهن خلاص هو بيترسم مرة واحدة مش كل شوية بيترسم. وبرضو اللي مش بيكرر هو الزواج. طيب ايه بقى اللي احنا بنكرره كتير؟ طبعا التناول، احنا المفروض بنتناول على الاقل مرة كل اسبوع. التوبة والاعتراف، كل ما بغلط وبعمل حاجة غلط بعترف. ده بالعكس، ده بيفضل ان انا على طول ابقى مستمرة في الاتنين دول، في التناول والتوبة والاعتراف. وطبعا مسحة المرضى، لو كل في اي وقت انا تعبان ممكن ايه ان احنا اطلب من ابونا ان هو يصلي لي وانه يعمل لي ايه السر بتاع مسحة المرضى. طيب خلينا نبتدي اول حاجة بسر مسحة المرضى. هو ده خامس سر من اسرار الكنيسة السبعة، واحنا بنسميه في الكنيسة صلاة الانديل. اسسه بابا يسوع بنفسه لما ارسل التلاميذ بتوعه، قال لهم ايه اشفوا مرضى وطهروا ايه بورسن. وفعلا التلاميذ عملوا الكلام ده، وبيقول انهم خرجوا واخرجوا شياطين كثيرة ودهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم. ده في مرقس 6:13. طيب في برضو في رسالة يعقوب الرسول بيقول ايه، امريض احد بينكم فليدع قصوص الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب، وصلاة الايمان تشفي المريض والرب يقيمه، وان كان قد فعل خطيئة تغفر له. يعني هو من اول الكنيسه خالص، من زمان خالص، وهم ايه نفذوا كلام بابا يسوع، وبقوا الكهنه بتصلي للناس اللي تعبانه وبترشمهم بالزيت فيخفوا. السر ده بيتعمل في اي وقت خلال السنه، وده السر الوحيد من الاسرار السبعه اللي ممكن يتعمل في البيت، لما بيبقى في حد عيان قوي او تعبان خالص وما فيش يعني مش قادر ان هو يروح الكنيسه وتعبان خالص، فبيطلب ابونا انه يجي يصلي في البيت وبيعمل السر ده. طب ايه الحاجات اللي لازمه للسر ده؟ اول حاجه انه المريض ده الاول يتوب ويعترف قبل ايه ما ابونا يصلي او انه يمارس السر ده. وطبعا بيتناول من الاسرار المقدسه، بس وقت السر ده لما بيجي يتعمل لازم بيكون المريض صايم، وبيكون طبعا ابونا صايم. يعني اي حد بيترشم بيكون صايم، وطبعا ابونا اللي بيصلي بيكون صايم، يعني بيبقى قبل التناول. يعني لو بعد كده ممكن يصلي القداس ويتناول، بس بعد التناول ما ينفعش ان هو يترشم، لكن قبل ايه القداس ممكن. طيب الكنيسه كمان بتعمل القنديل ده مره في السنه في الكنيسه يوم الجمعه، يوم جمعه ختام الصوم، علشان الناس كلها ايه ممكن تصلي في الكنيسه وهي صايمه الصبح، وايه وتصلي السر ده وتترشم قبل ايه اسبوع الالام. طيب ايه هو الطقس بتاع سر مسحه المرضى ده؟ ابونا بيجيب طبق كبير وبيحط فيه زيت الزيتون، وده بيكون رمز للفرح والنور، زيت الزيتون ده. وبنحط في الزيت ده 7 فتايل، بيبقى قطن ابيض كده ويلفه ابونا من فوق كده زي قلب الانسان اللي بيحب ربنا.
إشارة يعني للقطن الأبيض ده عشان لونه أبيض، بيبقى زي قلب الإنسان اللي بيحب ربنا. الفتايل دي بتتحط أبونا بيرصها كده في الزيت على شكل صليب، مش بيبقى منورين يعني، مش بيبقى أبونا لسه ولعهم ولا حاجة. الطقس ده فيه 7 صلوات، كل ما أبونا يصلي صلوة من ال7 صلوات بينور إيه قطنة فيهم، لغاية لما بيخلص ال7 صلوات كلها بيبقى ولع إيه ال7 فتايل أو ال7 قطع من القطن دي. بيحل الروح القدس كده بعد ما يصلي على الزيت ويقدسه للشفاء، وأبونا بيبتدي يرشم كل الناس اللي موجودة في الكنيسة بزيت إيه القنديل ده بعلامة الصليب، بيرشمهم كده إيه على قورتهم ورقبتهم وإيدينا. واللي حضر معانا القداس المرة اللي فاتت إيه حضر الطقس ده وشاف أبونا وهو إيه بيرشمنا. طيب إحنا ليه بنقول إنه السر ده غير لازم للخلاص؟ يعني هو ده سر مش شرط للخلاص، يعني مش لازم كل الناس تمارسه، هو إحنا بناخده علشان العادي انه اغلب الناس ممكن بتعي خلال الوقت، او ان هي تحتاج ان ابونا يصلي لها، او لو في اي خطية بتغفر لهم ان هم بيطلبوا ان ابونا يصلي وانه يعملوا السر ده عشان يحل عليهم الروح القدس، ولو في اي امراض نفسية او جسدية او اي حاجة ان هم يشفى بيها. بس هو في الاساس هو علشان ايه الشفاء او المريض، فلو في حد مثلا ما عايش او محتاجش ان هو يمارس السر ده، مش لازم للخلاص. انا هتكلم معاكو عن سر الزيجة او طقس الاكليل. سر الزيجة ده حاجة حلوة قوي وبتفرح كل الناس، عشان ربنا فيها بيعمل بيت جديد، بيكون اسرة وعيلة جديدة، بيبقى فيها اولاد وشعب الكنيسة جداد، وكل دول يروحوا في الاخر للسماء، لان هو ده اصلا هدف ربنا من البداية لنا. طيب يعني ايه اصلا سر الزيجة؟ سر الزيجة ده سر مقدس جدا للارتباط بين الراجل والمرأة، ارتباط مقدس على ايد ابونا اللي هو بيمثل ربنا، وبيكونوا جسد واحد زي ما السيد المسيح بيقول: من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنين جسدا واحدا، موجودة في متى 19 آية 5. طيب مين اول اتنين اتجوزوا ومين جوزهم؟ مين اصلا اللي اسس السر ده؟ ربنا بنفسه هو اللي أسس السر ده، أسسه في جنة عدن لما جاب حواء لآدم وقال له خلاص دي هتبقى مراتك، عظمة من عظامك ولحمة من لحمك، وحبها آدم علشان ربنا هو اللي اداهاله، وبعدها جابوا أولاد. وإحنا كمان لما حد بيبقى عايز يتجوز الأيام دي، ما ينفعش أبدا يتجوز برا الكنيسة، لازم يتجوز جوه الكنيسة، علشان لازم ياخد مراته من إيد ربنا زي ما آدم خد حواء من إيد ربنا. وفي الآخر أبونا بيدهنهم بالزيت علشان ياخدوا نعمة وبركة ويحبوا بعض أكتر، لأن الزيت ده بيبقى متصلي عليه صلوات كتير. وفي خلال طقس الإكليل أبونا بيقرب راسهم من بعض ويوطوا عشان الروح القدس يحل عليهم ويخليهم واحد بنعمة الروح القدس، وبيقول ساعتها الكاهن: كللهما أيها الآب بالمجد والكرامة، باركهما أيها الابن الوحيد، قدسهما أيها الروح القدس. واصلا طقس الاكليل اتسمى كده علشان بيتحط فيه اكليلين على راس الزوجين، وفيها بتقعد الزوجة على يمين الزوج، لان هم بيعتبروا هي الملكة وهو الملك، بيقعدوا زي ما الآية بتقول: تجلس الملكة على يمين الملك. وطبعا الطقس ده بيتم مرة واحدة بس، وما ينفعش ابدا ينفصلوا. في آية لطيفة خالص عن موضوع ده ممكن نحفظها سوا، اللي هي: يكون الاثنين جسدا واحدا، مرقس 8:10. يكون الاثنين جسدا واحدا، مرقس 8:10. طيب يعني ايه سر غير لازم للخلاص؟ يعني مش لازم كل الناس تعمله. يعني مثلا سر الزيجة ده مش لازم كل الناس تتجوز علشان تاخد الخلاص وتكون مع بابا يسوع في السماء. يعني احنا بنشوف مثلا رهبان وراهبات كتير قوي وبيبقوا حلوين خالص وبيبقوا قديسين وبيبقوا بيوصلوا المكانة وقامة روحية عالية جدا. اخر سر خالص هو سر الكهنوت. سر الكهنوت ده هو سر مقدس، بيحط فيه ابونا الاسقف ايده على شخص بيبقى الشعب انتخبه، بيبقى شماس حلو، وبيقول ان هو ده عليه روح ربنا وده حد كويس وبيخدم كويس ان هو يبقى خادم لكلمة ربنا. الكاهن ده مهم جدا في الكنيسة، لان احنا مش هنقدر نعمل اي سر من الاسرار من غير ما يبقى في كاهن. لازم الكاهن هو اللي بيعمل
السر ده، وهو اللي بيصلي علشان يحل الروح القدس في السر وننال ايه النعمة او البركة اللي في السر. فمن غير كهنوت مش هينفع ان احنا ايه نمارس اسرار الكنيسة. وبنسمي الكاهن ده هو وكيل ربنا. يعني ايه وكيل ربنا؟ يعني كل اللي ربنا وصاه بيه هو المفروض يعمله قدام الشعب، ويرجع ربنا في الاخر يسأله يقول له انت افتقدت الناس دي، هل انت الناس العيانة صليت لها، هل الناس اللي كانت محتاجة ان هي تعترف سمعت واديتهم الحل اللي انا اديته لك، هل انت الناس اللي عايزة تتجوز انت جوزتهم، الناس اللي عايزة تعمد اولادها عمدت وخدمت وتعبت. فهو بيجي ده بيكون ايه وكيل لربنا، وربنا بيجي ايه يحاسبه ويسأله عن الخدمة اللي هو أداها للشعب بتاعه. طب ازاي بقى بنقول ان هو السر ده غير لازم للخلاص؟ يعني مش كل الناس هتبقى كهنة، هو سر مهم جدا في الكنيسة، وما ينفعش الكنيسة تكون موجودة من غير كهنوت، بس مش كل الشعب كهنة، ده بنختار ناس معينة. وطبعا لازم بيكون ايه راجل، يعني البنات مش بتبقى مش ما يعني مش بتبقى في الكهنوت، لكن لازم بيكون ايه الولاد. ومش كل الولاد لازم ايه يعني بيختاروا ناس منهم، دول بيبقى مختارين ومختارين من الروح القدس ان هم يكونوا كهنة، لكن ايه مش كل الناس. طيب هو مين اللي اسس بقى السر ده؟ برضو بابا يسوع هو اللي اسس السر ده، اسسه زي المنتخب 12 تلميذ، وبعد كده عين 70 رسول وارسلهم 2 2، وربنا اداهم السلطان ان هم ايه قال لهم ايه ما تحلون على الارض يكون محلولا في السماء، وما تربطونه في الارض يكون مربوطا في السماء. فهو اداهم الحل ده وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطايا تغفر له، ومن امسكتم خطايا امسكت. فهنا كان في الكتاب من الكتاب المقدس بنشوف ان بابا يسوع هو اللي ايه اسس السر ده. طيب علشان نراجع بقى مع بعض تاني، احنا قلنا انه الاسرار الكنيسة هم 7، ايه هم نقولهم مع بعض؟ المعمودية، الميرون، التناول، التوبة والاعتراف، مسحة المرضى، الزواج، الكهنوت. دول السبع أسرار. قلنا في منهم 4 لازمين للخلاص، يعني لازم كل إنسان مسيحي يكون بيعمل الأسرار دي، اللي هما المعمودية لازم أول حاجة طبعا بتعمد، والميرون، والتناول، والتوبة والاعتراف. وفي اسرار مش لازم كل المسيحيين يعملوها، ودي غير لازمه للخلاص، يعني مش لازم الانسان المسيحي يعمله، اللي هما مسحه المرضى وسر الزواج وسر الكهنوت. طيب دلوقتي في اسرار بتتعمل مره واحده بس، وفي اسرار بتتكرر. تفتكروا ايه اللي بيتكرر وايه اللي بيتعمل مره واحده؟ طيب اللي بيتعمل مره واحده واللي احنا خلاص بناخد كده كاننا بنبقى اترسمنا كده او خدنا زي اتعلمنا كده خلاص بيها، بتتعمل مره واحده وما بنعملهاش تاني، اللي هو طبعا المعموديه والميرون، دي مره واحده بس. يعني خلاص انا اتعمدت مره واحده، ما بتعمدش مرتين في حياتي، ما ينفعش، خلاص هي مره واحده معموديه، خلاص انا كده اتولدت من السماء وبقيت ابن ربنا. والميرون نفس الحكايه، والكهنوت يعني مثلا لو حد اترسم كهن خلاص هو بيترسم مرة واحدة مش كل شوية بيترسم. وبرضو اللي مش بيكرر هو الزواج. طيب ايه بقى اللي احنا بنكرره كتير؟ طبعا التناول، احنا المفروض بنتناول على الاقل مرة كل اسبوع. التوبة والاعتراف، كل ما بغلط وبعمل حاجة غلط بعترف، ده بالعكس ده بيفضل ان انا على طول ابقى مستمرة في الاتنين دول، في التناول والتوبة والاعتراف. وطبعا مسحة المرضى، لو كل في اي وقت انا تعبان ممكن ايه ان احنا اطلب من ابونا ان هو يصلي لي وانه يعمل لي ايه السر بتاع مسحة المرضى.